الثمن مناسب، الثمن مناسب اخويا، السوق داير شويه، العلف مزيان، نعلفو العام كامل ويا تلف عندنا، انا ما كاينش الصيف العام كامل ويا كنعلفو فيه، ديال مديونة، ديما كل عام كنحطو هنايا، يعني. هادشي عام حنا كنحطو عندنا كليان ديالنا رحمة مديونة راه كنجيو ليه كل عام، ديال بنادم راه يسلك، دزنا شويه محنين وين ما كاين حتى لباس، الثمن مناسب. كاين من 30 25 50 55 60 كل واحد يعيد على قدره خير موجود السوق مزيان السوق طايح تقريبا الحولي اللي كان كيسوى العام اللي فات كان كيسوى 65 اصبح كيسوى 45 واللي كان كيسوى 80 اصبح كيسوى 65 ومهوده الاثمنه بسمح لي ب 15 الباس راه زعل لهور والعلف غالي السعير صباح 4 دراهم الدريق 3 دراهم ونص النخاله الخنشه فيها 40 كيلو ب 2200 يعني قاس هادشي ماشي سهل والازمه صبرنا اش غنديروا دوزنا داكشي بالصبر ودرنا الحجر الصحي ايوا هذا هو اللي كاين ما دابا راه ما كاينش على الحولي راه كاين امو لي مشكله اش غادي تعطيها هما الحولي راه دابا غدوك زي باش كاين ايوا ما كاينش صرفنا على الحولي فلوس كثيره والثمن طايح بزاف كاع يعني بحال ما غتشد السير ديالك وبحال هاد الناس اللي سارحين اللي سارح كيشد الغنم بالربع شاد من عند مرشي كي غادي يدير هاد السيد ما عندو لا دعم لا والو كي العام كله كيدي واحد 40 خروف ولا شناهي وصير عليه مسكين والو ما شاطت ليه حتى حاجه والو وساكن عند السيد وكل شيء مشاكل تأزمنا بزاف كاع مش عشويه بزاف تأزمنا بزاف طلبوا الله يصوب الجميع حولي موجود شي يعيد من ب 30000 يعيد مخير ولكن تقول لي غيديفك خاص شويه ديال العوين قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي